عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي واسم الجمعية ديال أوركسترا مفتاح وجمعية ديال تسلاتين. كنهديو هاد الحفلة للناس اللي في الأخر ديال الموسم الدراسي ديالهم، الناس اللي داروا واحد الجهد كبير. وما كنهضروش حنا على الناس اللي مثلا متمدرسين، كنهضروا على دوك الناس اللي كبار وصلوا واحد لاج ولكن لا زال الإصرار ديالهم باش الشهادة ديال البكالوريا. لهذا ارتأت جمعية سناتين بالمشاركة ديال أوركسترا فتاح باش تكرم هاد الناس، وكنتمنى لهم بون كونتينياسيون، واحد المواصلة ديالهم، وتبارك الله عليهم من هذا المنبر. وتحية لروادنا كاملين وشكرا عليكم. السلام عليكم. وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر الجمعية الإسلامية الحضور الكرام كل باسمي وصفتي، مرحبا بكم في هذه الجلسة الفنية الرابعة التي تقدمها جمعية تسلاتين للثقافة والتنمية والتنشيط. هذا الحفل يأتي في إطار تتويج يعني مجموعة من الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة، مجموعة من المترشحين الذين ترشحوا لشهادة البكالوريا والحاصلين على شهادة البكالوريا. فأبدت الجمعية إلى أن تكرمهم وتقدم لهم الشواهد وهدايا بالمناسبة. قبل أن نبدأ في البرنامج سنقف جميعا لتأدية تحية العلم الوطني، فتقفوا مشكورا. رئيسة الجمعية. والمهم باش سمينا حنا هاد الجمعية رئيسة، باش سمينا حنا هاد الجمعية ديال الثقافة والتنمية والتنشيط تسلاتين، كنعبرو بها زعما على العريصات. العريصات زعما بالنسبة بالشلحة تسلاتين هما العريصات. والأهداف ديال هاد الجمعية درنا باش بنادم الأنشطة، نشطو مع الناس، نفرحو مع الناس. واليوم واش عندكم؟ واليوم دايرين واحد الجمع ديالنا ان شاء الله، وعيطنا للناس فرحانين بهم حتى هما، ودايرين تكريم للطالبات بالنسبه للافاك اللي شدوا الاجازه، والناس الاخرين اللي واحد السيده حتى هي بغينا نكرموها شدات البكالوريا حتى هي، وواحد الانسانه حتى هي دكتوره شدات الدكتوره في الفيزياء بغينا نقدموا لها حتى هي واحد الجائزه حتى هي ديالها. وكلشي كنشكروا جميع اللي وصل معنا لهاد الجمعيه ديالنا، كلشي كنشكروا هاد الناس لا من الصحافه ولا من سميتهم. والجمعيه ديالنا كتكون من الدقيقيه الفنانه، كلشي كاين اوركسترا فتاح، كاين الدقيقيه طارق مشطا، وكاين الاعضاء ديالنا، وكاين الكاتب ديالنا مصطفى مورو، وكاين الاعضاء ديالنا لالا فضيله، كلشي كاين شامه، كاين عبد الفتاح، كاين عتيقه، عندنا طباخات حتى هما. المهم كنتكونوا كلشي حنا من هذا الشيء، كلشي. المهم هذه الجمعيه كتكون من هذا الاعضاء. كلشي داير يد في يد. صباح الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم فضيله أبها نائبه رئيسه الجمعيه تسلاتين.
حنا جد فرحانين التلاميذ، تنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله والمزيد، وجد فرحانين لهم. كنشكر جمعية 30 باعترافها وتكريم الطاقات الأولانية على المجهود الذي يقومون به في مرحلة دراستهم. هذا التتويج له دلالة على أن الشباب الروداني هو دائما في اجتهاد وفي تحصيل الحاصل وخروج بنتيجه تسر الاباء وتسر الاحباب وتسر السكان. تتويج هذه الكفاءات ان دل على معناه انما يدل على ان الناس مهتمين بابناء هذه المدينه، والنتائج التي حصلوا عليها في كل المجالات او حين تخرجهم او اثناء مرحلتهم الدراسيه ابتداء من شهاده البكالوريا الى الاجازه الى الماستر الى الدكتوراه، فهذا يدل على ان السكان هم مهتمين بابنائهم. وانا اجدد الشكر من هذا المنبر واحيي البوادر الحسنه التي تهتم بابناء ساكنه تلولان. اشكر مره ثانيه الحضور الذي شرف هذه المناسبه، واشكر كذلك الاوركسترا بقياده السي عبد الفتاح غندور الذي دائما هو منشط للمناسبات اعراس او اي حفل هو نتيجه افراح هذه الساكنه. شكرا جزيلا واتمنى لكم التوفيق. شكرا. الدراسة ديالها من جديد صراحة ماشي سهل، والحمد لله.